من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت نارا. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم لم يفهم لا يرجعون. أو كصيف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لدمى بسمعهم وأبصارهم. الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا طهرا وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعولة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضم به كثيرا وإلهي وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات وكنتم منهم تضحكون. إني جزيت يوما أنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله ملك الحق. والشرك حرم ذلك على المؤمنين. إلا من خطف الخطفة والدماء وشيئا. اطلع طاع يا دولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من بعد. بفضل الله سبحانه وتعالى الله يجعلنا في الأمة. ونتكلموا على موضوع أطفال اللي كيكونوا تصابوا دري صغار. وأغلبية كيصابوا الأولاد من أمها ديالهم أو من أبها ديالهم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بعلموا أولادكم بسبع وضربهم على عشر وفارقوا بينهم في المضاجع. الولد يتعلم أمه على سبع سنين بالصلاة ولا عشر سنين ما صلاش يضربه ضرب غير مبرح وفارقوا بينهم في المضاجع. المصيبة دابا حاليا كتصيب الأم مسكينة مريضة ما كتصليش كيتصابوا الولاد وحالات الشمعة اليوم الثلاثاء اليوم الرقية مجانا بفضل الله سبحانه وتعالى. كيجيو الناس اللي كيجيب ولدو كيقول ولدي مريض لما كان رقي كيطيح الأب أو لا كيطيح الأم. فلهذا الناس اللي مصابين أولاد ديالهم راه ماشي من الولاد راه من عندهم من الأم أو من الأب. أول مرة تكون حاملة كتكون عندها تخطط السحر ولا كانت المرأة قوية ما كيتصاب إلا الولد أو لا البنت بالأخص البنات. ولما كتحيد البنت كيتجاهد فيها إبليس بالأخص لا كانت زهرية. وبفضل الله سبحانه وتعالى وفقني الله سبحانه وتعالى بحضوركم بشهادة الشهادة ديالكم جيتو قيتو شحال واحد دخل ونطق
الرقية أنا نقول لأي واحد يسمعها في البيت ديالو، الجينة ما كانش واحد اجتهاد بالله، اجتهاد قوي، حيث أكثرية لما الإنسان يكون مصاب بالجين عاشق أو جين طيار أو جين لوطي، وهذه الأسماء اللي كنسمعوا بها حنايا كل مرة كيعطيك أسماء ديال الجين، ومن بعد كاين الجين الغواص. بفضل الله صنعت واحد بفضل الله واحد الجهاز ودير فيه سبع من المسك من الكمبودي اللي كيدير مليون ديال الفرنك الكيلو، المسك ابيض، المسك اسود، الفيزل، المسك الورد، والمسك هما مسموعين ما تشوفوا مباشره، هادو اللي باري باش كيخدموا بهم الجيل العاشق. هذا هذا في حاله كندير توا مع لاباراي كنخلطوا هذا الشيء الا كان شي جن قوي بزاف، قوي والله سبحانه وتعالى، وكيفما كان الجن ضعيف قول الله سبحانه وتعالى ان كيد، قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا، الجن كيفما كان ضعيف، انسان الا تقوى عليه بالصلاه والقيام الليل والاذكار والصيام يوم الاثنين والخميس وحفظ اللسان ديالو بالنسبه للمراه عليها بالحجاب الشرعي كما فرض الله سبحانه وتعالى ثم الاذكار، ويا ربي يا ربي تزكل، نتمنى من الله سبحانه وتعالى الشفاء لجميع المسلمين والمسلمات. هذا كيتسمى من الجيل العاشق. دابا اكثريه كنا بكري كنا كنسمعوا حنا باقي صغار، البنت دابا حاليا كتمشي لها للدار ديالها تقول لا نديروا علاقه، علاقه غير شرعيه، يا ماشي خاطرك تقول لي علاقه، الله سبحانه وتعالى ما قال واتوا البيوت من ابوابها، اللي بغى شي بنت يمشي لعند والديها، لا اليوم كتقول له نديروا علاقه ماشي خاطره، من علاقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختل بمرأة ورجل إلا الشيطان كان ثالثهما، يقول أهل العلم سلام فكلام فابتسامة فلهو فلقاء فموعد، موعد هو الزنا، حتى كيوقع في معصية الزنا. دابا البنت تصح ماذا وتصح ماذا وتصح ماذا ومشي الخاطرة. دابا البنت أي بنت يضحك على شي واحد، وأنا كنقول الناس لي الذكور بالاخص هذه الجمعه كنتكلموا على كانت واحد الخطبه ممتازه على الزنا، لا يزني الزاني وهو مؤمن، فانسان لا بغي يحصن نفسه عليه بالزواج ما عندوش عليه بالصيام الاثنين والخميس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب منكم ما منكم الارض الباء فليتزوج فلم يستطع عليه بالصوم فان الصوم له وجاء. وكان جا واحد الصحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادين لي انا زني، كان الصحابه رضوا ان يقطع راسه، فقال هل ترضى لأمك؟ قالوا لا يا رسول الله. هل ترضى لأختك؟ قال لا يا رسول الله. هل ترضى لابنتك؟ قال لا يا رسول الله. وكيف ترضى بنفسك أن تزني بوحدة أجنبية عليك؟ فالإنسان عليه بتقوى الله سبحانه وتعالى. والمرأة اللي كتشوفها حاليا دابا في الشارع وعريانة ومصابة مسكينة ماشي خاطرة، دائما المرأة عليها بالتقوى والحجاب الشرعي كما فرض الله سبحانه وتعالى. العلاج أولا وقبل كل شيء كما دابا شتي، اولا الجين كيدمر بالحجامه، كي الحمد لله الحجامه الشامله ثم مع متابعه العلاج بول ابل حليب ابل، ثم كاين علاجات اللي ورد النبي صلى الله عليه وسلم كمثل العسل والعنبر، بحال دابا انا دائما العسل ما كيخطانيش مع العنبر والزعفران قيس الهندي ديما معايا. دابا لا عطينا لهاد المرض الدريه هذه المريضه غتزير غنتعطيها دابا تمشي وكي غتحس براسها كانت بلا وجه عندك ضربك من يدك تقدر تقلبو. دابا هذا العنبر لا عطيه لها بحكم بحكم تشموها راه مشات كيتزيرات. فهاد الادويه كدار مع العسل العنبر زعفران قيس الهندي الحبة السوداء ثم كنطحنهم كنبداو نخدمو بهم بفضل الله كيحيدو هذاك اللي كيقولو لي قيلو العصبي، والقيلو العصبي أي زيت إلا كان مرقي عليه ومعاه زيت الفيزل كيدمر الجين. من أصعب الحالات الحمد لله والحمد ما كنا دايرين لها موعد، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بشهادة واحد الأخت كانت كتجي للمركز وكتدور على المركز وكتمشي، واحد النهار جات ثلاثة المرات
في كل نهار كتجي وكتمشي ما كيفاش لها المركز كيفاش لها المركز كتقول وقيل انا تفضلي الاخت وقيل انا ما بقيتش عاقل على الشيء اللي قلتي لي مع السيدة مشيت ديريكتومون مشيت ديريكتومون للبلاصة ونلقى تندوز من هنا تندوز من هنا ومتلقاش المركز. السيدة بالشهادة ديالها مشات كامل عند المراقي بزاف المروقات كتقول هي السيدة فيها خير يعني صادقة مع الله سبحانه وتعالى و25 عام عمرها منطق فيها الجن منطق هنا بفضل الله جيل عاشق خرجنا منها ميرا وعيشة وباقي الخبيث اللي كيسبب مشاكل قوية ومسكينة حاليا كانت كتكالما غير بالأدوية والحمد لله نتمنى حنا دابا نتبعين معها مع متابعة الإبل وبول الإبل وحليب الإبل ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يجعلنا ننفع الأمة حتى نلقى الله ورد عنا. أما واحد النقطة مهمة جدا للمشاهدين والمشاهدات ماشي اي واحد يدير لكم فيديو وتنشوف تقولوا صافي راه هاد السيد راه اللي كيصور راه ما كيدير والو. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.